السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله بصحة وسلامة. اليوم معاكم مقطع قصير جدا لشرح بسيط لفيفا 17، لحركة اللي هي تخلي لاعبك يجري يطلب الكرة، أو تخلي لاعبك يفتح لك مجال ويقرب منك عشان برضو يطلب الكرة وتبني الهجمة بطريقة أفضل، بيكون عندك خيارات أكثر في المناولات. طبعا نشوف المثال الأول لألبا، هنا نشوف خمس رودريغيز، ألبا حيطلب الكرة وكمان يرفع يده بإشارة أنه يبغى يطلب الكرة عشان يبني هجمة بطريقة أفضل، هاي تفتح لك خيارات كثيرة. والمثال الثاني هنا برضو نفس المثال الأول اللي هو أوباميانغ يطلب الكرة عشان ينفرد مع الباب. خلاص هذا المثال الثاني، الحركة الثانية اللي هي بدل ما يجري اللاعب يوقف ويقرب منك أكثر، تحتاج لما تنزلق مع الكرة فتحتاج تسويها عشان تقدر تفتح مجال لنفسك انك تناول وخيارات اكثر تكون عندك. طبعا زي ما تشوف عشان تطبق اللي هي يجي يفتح لك زي هذه، تضغط R2 اللي هو تبرم فيه الكرة، تضغط عليه كثير مع توجيه الجير على اللاعب، حتلاقي اللاعب كريستيانو هو زي ما هنا وقف لي وفتح لي مجال. ولما تبغى تسوي الحركة الثانية تضغط L1 اللي هو يغير اللاعب مع توجيه الجير بشكل مستمر، وحيجري اللاعب ان شاء الله ويفك لك. زي ما هنا تشوف اثنين لاعبين من فريقي، ضغطت الالوان وحركت الجير على فوق، ألبا واللاعب اللي فوق اللي هو والله ما ادري مين، لكنه فتح مجال والهجمة ترجمتها بهدف. يعني عشان كذا تستفيد منها كثير، استخدموها في الفوتشاب ان شاء الله تجلدوا الشعب فيها، ويعطيكم العافية.